فيلم ذا ناتي بروفيسور. تبدأ قصة الفيلم ويا دكتور جامعي ذكي كلش، وهو يخترع علاج سحري ينزل الوزن بيوم واحد بطريقة غريبة جدا. وهسه نتعرف على الدكتور الجامعي واللي يكون اسمه شيرمان كليمب، وهذا الشيرمان يسوي كارثة. ونشوفه بمختبر الجامعة يضغط على زر خروج الفئران من الأقفاص، والفئران كلها تطلع من الأقفاص لدرجة يسوون فوضى عارمة بالجامعة، والفئران يدخلون بأكل الطلاب والمدرسين، وأيضا يدخلون بغرفة مدير الجامعة وعلى ثريا مالته. وهسه نتعرف على الفارة شيلي واللي هي وزنها 900 غرام، والدكتور شيرمان كان مسوي التجربة على الفارة شيلي حتى تفقد وزنها بسرعة، وهنا شيلي فقدت من وزنها 85 غرام بجرعة واحدة من العلاج الكيميائي. ونعرف ان مدير الجامعة يكون اسمه ريتشموند، وريتشموند طلب من شيرمان انه يجي لغرفته بسبب كارثة الفئران. وريتشموند يقول له انه انت تسوي هيك حتى تخرب الجامعة ويغلقوها، فشيرمان يعتذر منه ويقول له اني اسف واني ما كنت متقصد اسوي هذا الشيء. وبهاي الاثناء كان اكو فار صاعد على الثريا فوق، والفار يوقع بالشراب مالت ريتشموند. ريتشموند يعصب كلش من شيرمان ويقول له انتهى الحديث او تقدر تطلع. وهنا شيرمان هو قاعد بالصف الدراسي يشرح للطلاب عن الحمض النووي اللي اخترعه على مود ينزل الوزن، وهو كان دا يكتب يمسح الكتابه بسبب بطنه كانت كبيره جدا. وهنا الطلاب كلهم يضحكون عليه، او شيرمان يقول لهم ان يوم الاربعاء عندكم امتحان، فالطلاب يطلعون بعد ما تكمل المحاضره. وبهاي اللحظه تدخل كارلا بيرتي، وهي طالبه متخرجه من كليه العلوم، ونعرف بانه هي مدرسه ماده الكيمياء. وهنا كارل تقول شيرمان انه انا معجبه باعمالك وانا حبيت اجي اسلم عليك. او شيرمان لما يسمع بكلامها ينعجب بيها، او بعدها يروح يتعشى ويا عائلته اللي كلهم هم سمان مثله. او نعرف بانه السمن عندهم وراثه بالعائله. او شيرمان كان ياكل شيء خفيف، فابوه بدا يغلط عليه او يطلب من عنده انه ياكل هوايه، لان الجسم البدين عندهم شيء حلو بالعائله وما يصير واحد بيهم يضعف. وابوه يقول لشيرمان انه انت لازم تاكل وتبقى سمين، وشي يفيدك اذا ضعفت على مود تصير نشاز بيناتنا. فهنا شيرمان يزعل ويضوج من كلام ابوه. او بعدها امه تقول لشيرمان لا ضوج من كلام ابوك، انت حلو من الداخل وداخلك نظيف وجميل، وحتى مظهرك الخارجي هو حلو ومميز، وانت سوي شيء اللي تريد تسويه وعاجبك وما عليك بكلام احد. او بعدها شيرمان يروح على كارل ويقول لها اني اخذت عنوان بيتك من الجامعه، او يطلب من عندها موعد على مود يطلعون سوا. او بالفعل كارل تقول له انه انا ما عندي مانع انه نطلع، وحددون يوم الجمعه الساعه 8 يروحون المكان اسمه ذا سكريم. او شيرمان يفرح كل شهوايه لان هو الاول مره راح يطلع بموعد غرامي. او بعدها شيرمان يرجع للبيت ويرقص ويغني لانه اخيرا راح يطلع ويا وحده معجب بيها. وهو كان قاعد ويشاهد التلفزيون وفجاه هو ينام بدون ما يدري. او شيرمان بدا يحلم بكارل وهو متقرب منها، لكن هي تغرق بالرمال بسبب الوزن. او بعدها نشوف شيرمان وهو يشوف برنامج رياضي، والمدرب يقول له كلكم قولوا ايه نقدر نسوي كل شيء حتى نضعف. فشيرمان يشجع ويقول اني اقدر اسويها واقدر اضعف. او بعدها شيرمان قرر انه يروح للجيم وهو يروح يلعب رياضه، وايضا راح يتعالج بالعلاج الصيني بالاوبر، لكن كان قدامه وقت طويل كلش على مود يضعف، وايضا على مود يوصل للوزن المثالي اللي يريده لازم يتحمل هاي الصعاب. وهنا شيرمان وكارل يروحون للمكان اللي اتفقوا عليه واللي هو ذا سكريم، وهم كانوا كلش مستمتعين بوقتهم. وبعدها يطلع ريجي فقرة تقليد على كل الموجودين بالمكان، فريجي بدا يقلد على امراه بسبب شعرها المجعد، ويقلد على رجل بسبب لونه الابيض. وهنا يجي الدور على شيرمان ويبدا يقلد على وزنه، فشيرمان يضوج لدرجه عيونه تدمع من الحزن، وكل الموجودين يبدون يضحكون عليه وهو كان ضايج كلش. وبعدها شيرمان يوصل كارل للبيت، وكارل تقول لشيرمان انه انت انسان عظيم ولامع وانت لا تهتم الكلام هذا المضحك. فشيرمان يقول لها كارل شكرا لان انت ما كسرتي خاطري. وبعدها هو يرجع للبيت وهو كان حزين، فيقعد وياكل اكل هوايه وحلويات ويبقى يشاهد التلفزيون. وفجاه ينام ويحلم بكابوس ثاني، وهو يحلم بانه صارت بي ازمه قلبيه، واثناء ما بده يعالجوا دكاتره حجمه يكبر ويصير عملاق، وهو يطلع للشوارع ويكسر كل شيء صار قدامه بجسمه. وبهاي الاثناء شيرمان يقعد من الكابوس ويقرر انه يسوي شيء حتى يضعف، لانه الرياضه والاكل الصحي ما راح تنزل وزنه بسرعه، فيقرر انه يروح للمختبر بنص الليل حتى يجرب الجرعه الكيميائيه اللي اخترعها حتى تنزل الوزن. وهنا بالفعل شيرمان ياخذ الجرعه الكيميائيه الخاصه بالحمض النووي، وبالبدايه التجربه تخرب وضربات قلبه تصعد ويعطل الجهاز. وبعدها شيرمان يفقد الوعي، لكن بهاي اللحظه العمليه تنجح وبناء الحمض النووي صار جاهز جدا. وبعدها شيرمان يقعد ثاني يوم وهو يشوف نفسه ضعيف جدا، فيطلع من المختبر وهو فرحان ويروح لمحل الملابس ويشتري ملابس صغيره تناسب جسمه الرشيق، وهو كان فرحان بكل جسمه الرشيق ويباوع على المرايه ويقول اني جدا جميل ووسيم. وشيرمان يروح للجيم وياكل ويقول للعالم شوفوني انا
ضعيف وجسمه حلو، وبعدها يروح للجامعة باليوم الثاني وهو ضعيف. فكارل تدخل للمختبر وتسأل عن شيرمان، وشيرمان يقول لها انه انا المساعد مالته واني اسمي بادي، لكن هو ما يقول لها الحقيقة بالكامل، فيطلب من عندها ان يطلعون بموعد بالليل بنفس المكان. وبالفعل كارل تقبل لانه بادي رجل وسيم ورشيق، وهنا شيرمان ايده تورم، فيرجع ياخذ الجرعة الكيميائية على مود يرجع بدين الجسم حتى ما يبين انه هو ضعيف. فهنا كارل تشوف شيرمان وتقول له انه انا كنت ادور عليك من الصبح وما شفتك، وانا شفت المساعد مالتك وطلب من عندي انه نطلع بموعد، وانا قبلت لان انت طلبت من عنده هذا الشيء. فشيرمان يقول لها اي صح، انا طلبت من عنده انه يطلع وياك لان انت بعد جديدة او لازم تتعرفين على الاماكن. فشيرمان يقول لها كارل شنو رايك ببادي؟ فكارل تقول له بادي شخص وسيم ورشيق ورياضي، وهنا شيرمان يعرف بان هي تميل للرجل الوسيم والرشيق. وبعد هذا كله بادي يروح وياخذ كارل بسيارة رياضية، وهم يدخلون للمطعم ويقعدون وكانوا مرتاحين وفرحانين. وهنا ريك يطلع فقرته المضحكة، وبادي ينتقد ريكي وضحك الناس كلها عليه، فريكي يضوج ويقول له تعال ندخل بتحدي من يضحك الناس اكثر هو اللي راح يربح. وبادي بالفعل يوافق وهو اللي يربح التحدي، وهنا ريك يضوج ويعصب وكان يحاول انه يضربه، لكن هنا بادي ضرب راس ريكي بالبيانو ورجع ورا الكواليس. وبادي كان فرحان لان اخذ حقه من ريكي. اما شيرمان فهو يرجع يقعد يم كارل ويقول لها خلينا نستمتع بلحظاتنا الحلوة، وفجأة حلقة يورم وبطنة النفخ، وهو يقول لها أنا آسف عندي حساسية أو لازم أروح للصيدلية أشتري علاج. وبهاي الأثناء جيسون كان موجود بالمطعم واللي هو مساعد شيرمان بالمختبر، وجيسون يقول للنادل هاي بطاقة الأستاذ شيرمان وهو موجود هنا. فالنادل يقول لجيسون أنه الأستاذ شيرمان موجود، وبالفعل جيسون يشوف شيرمان وهو ضعيف ويقول له لا هذا مو شيرمان. فجيسون يطلع ورا بادي أو يصعد بالسيارة ويقول له أنت ليش ما أخذ البطاقة الشخصية مالت شيرمان؟ لكن جيسون ينصدم من يشوف شيرمان من هو ده يتحول من سمين إلى ضعيف وبالعكس. أو يعرف جيسون إنه شيرمان أخذ الجرعة الكيميائية اللي سواها على مود يضعف، أو شيرمان هنا يرجع الحجم الطبيعي، وهو ما كان يقدر يطلع من السيارة، فيخابر المساعدة حتى يقصون السيارة ويطلع منها. أو بعدها شيرمان يروح للجامعة أو يدخل للمحاضرة، وهو كان جدا متأخر ويشوف الطلاب كلهم طالعين من المحاضرة، وريشمون كان قاعد ينتظر شيرمان حتى ينطي فاتورة السيارة اللي أخذها على حساب الجامعة. وأيضا ريشمون يقول له شيرمان إنه أنا ما راح أسوي لك شيء هاي المرة، لكن بالمرة الجاية انتبه أكثر لأن أنا راح أعاقبك. وهو يقول له إنه أنت لازم تقنع هارلين هارتلي إنه يمول مشروع خسارة الوزن اللي أنت جاي تشتغل عليه. فشيرمون يقول له إنه أنا راح أحاول أقنعه. وبعدها شيرمون يشوف كارل ويقول لها صار البارحة من طلعت ويا بادي. فكارل تقول له شيرمون إنه أنا حيرة إذا كنت معجبة بيه لو لا، لأن هو وسيم ورشيق لكن أسلوبه وتصرفاته كانت جدا غريبة. وبعدها شيرمون يغير الموضوع ويطلب من عندها إنه يعزمها على العشاء ويا عائلته. وبالفعل كارل توافق وتروح وياه للعشاء، وهنا كارل تنصدم بكلام أهل الغريب على علاقتهم، وهي تنصدم من تصرفاتهم وكلامهم وطريقة أكلهم. فشيرمان يضوج ويحس بالخجل منها. وبعدها يوصل كارل ويقول لها أني أعتذر عن كلام عائلتي عنك وعن علاقتنا. فكارل تقول له لا بالعكس وأني آسفة لأن عقلي مشوش. وكارل تقول لشيرمان أنه عقلي مشغول على بادي لأن هو ما اتصل علي ولا دزل رسالة. فشيرمان يتأكد أنه كارل ما راح تحبه لأن هو بهيك شكل، وهنا هو يروح ياخذ الجرعه حتى يتحول البادي. او جيسون ما يقبل على التغيير اللي دي يصير الشيرمان لانه كل مره الشيرمان ياخذ الجرعه تصعد هرمونات الذكريه، وهذا الشيء اللي يخليه يصير قليل الادب او يتحول لشخصيه بادي. او جيسون كان يحاول يمنعه يطلع بسبب اللقاء التلفزيوني، فبادي يضحك على جيسون ويحبسه بالمختبر ويطلع. او بعدها بادي وكارل يطلعون بالليل للفندق، وهنا بادي يشوف هارلين هارتلي وهو قاعد بالفندق ينتظر على مود اللقاء التلفزيوني حتى يمول المشروع مثل ما طلب من عند مدير الجامعة. ونعرف انه هذا المشروع اللي تعرفنا عليه بداية الفيلم واللي هو مشروع تجارب خسارة الوزن بسرعة. وكارل تطلب من بادي ان يقدم مشروع التجارب لخسارة الوزن لانه شيرمان ما موجود. وبهيك حالة بادي يروح يشرح مشروع التجارب لهارتلي، وبادي يستخدم النبات اللي بالفندق كوسيلة حتى يوصل لهم الفكرة، وبنفس الوقت هو يبدأ يعاكس البنات. فكارل يضوج كلش من بادي لانه دا ينسب شغل شيرمان اله، وهنا بادي ما يهتم الكلام كارل او كل همه انه يروح ويا البنات. وبعدها كارل تعصب وتعوفه وتروح. اما هسه فنشوف ريشمود وهو ينطي منصب شيرمان البادي ويقول له اريدك تجهز الوصفه الاخيره لهارتلي بيوم حفله التبرع واللي هي غدا. وبعدها بادي يحتفل ويا البنات بالبيت، وبثاني يوم الصبح تجي كارل البيت شيرمان. فهنا شيرمان رجع الحجم الطبيعي وهو ينصدم بكميه البنات اللي بصفه. فكارل تشوف البنات اللي ويا شيرمان وتنصدم منه. وكارل تتوقع انه شيرمان نفس اخلاق وتصرفات بادي، وهي ايضا تعوفه وتروح. وبهاي اللحظه
لحظة جيسون يجي ويقول له شيرمان انه احنا لازم نروح للجامعة بسرعة، وبعدها نشوف ريشموند وهو يقول له شيرمان انه انا عينت بادي بمكانك وانا راح انقلك المكان اخر. وشيرمان لما يعرف يرجع للبيت وهو ضايج، فيبقى يقعد وياكل، او بالغلط يشغل فيديو مسجله بادي ويقول له انه حياتك مملة كلش لين انت سمين، او كارول تريدني اني وما تريدك انت، وانت ما تقدر تصير مثل رشاقتي لين انت سمين. وبادي يبدأ يشجع شيرمان انه يروح ياخذ المحلول حتى يتغير للابد. وبالفعل شيرمان يضج ويعصب وهو يقول البادي انه اني اقدر اسوي كل شيء. وبعدها شيرمان يروح للمختبر ويا جيسون ويقول احنا لازم نتخلص من التجربه الكيميائيه والمشروب هذا. وبعد ما يفرغون كل المشروب الكيميائي، شيرمان يشرب مشروب او يتحول البادي بصوره نهائيه، وهنا يطلع بادي انفرغ المشروب الكيميائي بمشروب اخر حتى يتحول البادي. وبهاي الاثناء بادي يروح للحفله، وفجاه جيسون يشوف الجهاز يقول انه الهرمون الذكري مال بادي وصل مرحله عاليه جدا، وبادي اذا اخذ المشروب مره ثانيه راح يقتل شيرمان للابد. وهنا بادي يبدا يشرح للموجودين بالحفله عن اعراض المشروب الكيميائي، وكل الموجودين يصدمون بالتغييرات اللي جاي تصير بجسم بادي. وبعدها بادي كان يريد يشرب المشروب، لكن جيسون يجي ويمنعه انه يشربه، وايضا شيرمان يمنع بادي انه يشرب المشروب ويسيطر على بادي ويخنقه. وبادي وشيرمان يتعاركون، وفجاه يرجع شيرمان الوضع الطبيعي السمين، وكل الموجودين يصدمون حتى كارل. وبالاخير شيرمان يتخلص من بادي للابد، وهنا هو قرر انه يشرح لهم تجربته الكيميائيه، وهو كان يريد يساعد الناس، لكن بادي هي شخصيه انانيه وسيئه. وشيرمان يقول لهم للناس انه انا تعلمت شيء من شخصيه بادي، انه السعاده ما تتعلق بالوزن، وانما تتعلق بشخصيتك انت، وايضا تتعلق بحياتك وبتصرفاتك مهما كان وزنك. وشيرمان يقول لهم انا لازم اتقبل نفسي مثل ما اني بوزن الزائد، وانا اسف لكل اللي صار بسببي. وبعدها شيرمان يطلع من الحفله، فكارل لما تعرف تروح ورا شيرمان وتقول له اريدك ترقص وياي بالحفله. وبالفعل شيرمان يفرح ويرقص ويا كارل. وبهاللحظه هارلان يقول لريشموند انه انا راح انطيكم المنحه، لانه شيرمان انسان عظيم وممتاز وشاطر بشغله. وبالفعل شيرمان وكارل يبقون يرقصون طول الليل، والكل كان فرحان بهاي الحفله. وهنا شيرمان كان كلش فرحان لانه قدرت كارل تقتنع بيه على وضعه الطبيعي. ولهنا تكون نهايه الفيلم.